لننتقل إلى قطاع آخر وهو القطاع المكلف بالنقل على الأسئلة 3 وفيما يلي. أيضا مرة أخرى سؤالان لهما وحدة الموضوع ويتعلق الأمر بالنقل المزدوج وعليه سيتم مطرحهما دفعة واحدة دائما لينال جوابا موحد من لدن سيد وزيد. السؤال الأول عن السيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الأصالة والمعاصرة. السيد نائب محترم لكم الكلمة. شكرا سيد رئيس. سيد الوزير المحترم، نسائلكم عن رؤيتكم لتنظيم ما يسمى بالنقل المزدوج. النقل المزدوج. شكرا. شكرا سيد نائب محترم. سؤال ثاني سيدات والسادة النواب محترمين من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد وضع السؤال. مشكورا، تفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، تفضل تفضل. دي الصوت نسمعه في السيناء. الرئاسة وبين رؤساء الفرق، شفتكم هذه المرة الثانية وانتم كديروا هذا القرار بدون ما تتفقوا مع رؤساء الفرق. راه ماشي بحقكم السيد الرئيس يدخل في مجال اختصاصكم هذا الموضوع، تطرح السؤال ويجاوب عليه وعاود تكرر السؤال. إذا بغيتوا نديروا موضوع موحد هذا خصو يكون اتفاق فيه. إذا وليتوا غتقروا في مكان رؤساء الفرق اسمح لي. شكرا. شكرا سيد النائب. أحيانا أعتقد أن وحدة الوحدة كيفرضها الموضوع، مش دائما اتفاق. إذا كانت موضوع اتفاق كتكون وعلى كل هاد الشيء راح نعلناه في البداية. وطبعا فاش كتكون موضوع اتفاق في الوحدة مش كتكون في وحدة الموضوع، أيضا كنظن حتى النجاعة كتكون أسرع وأفيد. إذا تفضل تفضل سيد النائب محترم، تفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نسائلكم عن الإجراءات الحكومية المتخذة لتأهيل قطاع النقل المزدوج وشكرا. شكرا سيد الوزير. سيد الرئيس، سيدان نائبا محترمان، بالفعل النقل المزدوج في إطار السياسة النقلية للحكومة تم إعداد رؤية وتصور شامل للمستقبل من خلال أولا إعداد إصلاح يرتبط بدفاتر للتحملات، وهذه دفاتر التحملات كانت فيهم نسخة أولى في 2013، ثم بناء على عديد من المقترحات ديال المهنيين تم التعديل ديالهم على أساس أنهم نوضعهم في الإطار الذي يفيد في المجال القروي بالأساس. اليوم هناك دراسة ميدانية تسميها دراسة ديال القرب في 57 إقليم، واللي تقريبا حوالي 90% اليوم منها وصلت المرحلة ديالها الأخيرة على أساس أنها تعطينا المعطيات المجالية والعلمية المرتبطة بالانتشار اللي غادي يكون على صعيد الأقاليم وليس على صعيد الجهات أو الصعيد الوطني، على أساس أنهم نفعلوها مع القطاعات المجالية وأساسا الجماعات وأيضا الأجهزة الإدارية والترابية التي تتبع هذا الملف. اليوم ما عندناش إشكال أساسا مرتبط بتغطية ديال المجال بقدر ما عندنا الإشكال مرتبط بعدم اشتغال العديد من هذا الرخص. اليوم حوالي 40% فقط من الرخص اللي هي مسلمة على الصعيد الإقليمي هي التي تستغل، بمعنى أننا عندنا تقريبا 60% غير مستغلة، وهذا هو اللي تطرح الإشكال اليوم المرتبط بأن هناك قطاع آخر غير مهيكل تدخل على الخط وتحاول أنه يقوم بهذه التغطية النقلية على صعيد الأقاليم وخاصة المجال القروي. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. إذا تعقيب لأحد السيدة والسادة النواب عن فريق الأصالة والمعاصرة، تفضل سيد نائب محترم. شكرا سيد الوزير المحترم. بلا مزايدات كنهنيوك على المجهودات الجبارة اللي درتي في القطاع، هذا واقع، هذا يحسب لك. بالنسبة للنقل المزدوج، سيدنا إبن أخذ إلى قرر النقل المزدوج. النقل المزدوج في الحكومة والتنوب، سيد أمسكان الوزير السابق الله يجازيه بخير، والمنطقة نائية وكيعيش في العالم القروي عرف المساكين اش خصهم، دار النقل المزدوج. والنقل المزدوج بالمواصفه ديالو، النص فيه الركاب والنص ديال سميتو فيه الباكاج ولا حتى الحال دوك الحيوانات الصغار مع الماعز الغلام الى اخره. اليوم سي الوزير المحترم،
النقل المزدوج طورتوه نتوما بالطريقه ديالكم اللي بغيتو بحالو بحال الطاكسي، وداك النقل المزدوج اللي جاي للمدينه خصو يبقى خصو يوقف على 7 كيلومتر، والركاب جاهزين السكان ديالهم بحال بحال سميتو جايين. عليك بالله السيد الوزير، هذوك 13 واحد ولا 14 اللي هازين السكان جايين كيجريو 7 كيلومتر، وواحد نزلاه الطياره راكب في بومي كلاس متلقي ليه في المطار. هاد المقارنه ديروها في سميتو خاص تحيين ديال هاد دفتر التحملات. قلتو غادي تحينو اللجان الاقليميه، اللجان الاقليميه كتاخذ ملفات، فعلا كتاخذ الملفات، ولكن دوك الملفات فيها مسيسين، فيهم السياسه. دونك كاين خص واحد الحل، لان كل راه المغرب كله كيتخبط في هذه المشاكل ديال النقل المزدوج. الله يجزيك بخير. في الاول قلت لكم هادشي محسوب لكم، وهذا وراه في اللجنات الماليه شنو قلت بان داك النقل واللوجيستيك الحكومه كانت ديرو وزاره بوحدها خارجه، لان قطاع مهم. شكرا. قطاع مهم ومهم بزاف. شكرا سيدنا نائب. شكرا سيدنا نائب محترم. شكرا سيد النائب المحترم. اذا تعقيب ثاني لفريق التجمع الدستوري، تفضل سيد النائب المحترم. شكرا سيد الوزير على جوابكم، بالمقابل نسجل ما يلي. اولا سيد الوزير، اعدام واحد اللجنه اقليميه، ديك اللجنه اقليميه سيد الوزير كانت تترأسها السيد العامل، وكان الدور ديالها هي تتعرف الخطوط وتعرف الدواوير وتعرف المداشر وتعرف الخصائص فين كاينه. اليوم هذيك اللجنه الاقليميه ما بقاتش تخدم، هذه مده سنين يفوت 10 سنوات ما بقاتش تخدم، وبالتالي ولاو واحد الرخص اللي هما مؤقتا تتعطاو مؤقتا. هذوك الرخص مؤقتا ما فيهم لا ذهاب ولا الوصول لا تاريخ انتهاء لا فوق 8 سنين، هما باقين مؤقتين الى يومنا هذا، راه باقي انتظروا رخص مؤقته. النقطه الثانيه السيد الوزير، هاد النقل المزدوج اللي هو سميت ما تيديرش الفك العزله للعالم القروي، ما تيمشيش، تيرجع للطرق الطرق المصنفة، كلشي تيدارس في هذيك الطرقان اللي فيهم الطاكسيات، فيهم الكيران، فيهم هذا، إذا ما تيديرش المفعول ديالو الفك العزلة على العالم القروي. لذا نطالبكم بإعادة وإرجاع دور اللجنة الإقليمية فيما يخص تحديد الخطوط في إطار استراتيجية الحكومة لتأهيل النقل المزدوج. عدد كبير من الدواوير لا يصلها النقل المزدوج، نلتمس من كتابة الدولة. شكرا سيد النائب المحترم. شكرا، انتهى الوقت. شكرا شكرا. هل هناك من تعقيب اضافي؟ تفضل سيد الوزير. اليوم النقل المزدوج الاجراءات مازال طويله ومعقده وبتكاليف اضافيه بالمقارنه مع الوسط المعيشي اللي تعيشوا السكان القايه، فهذه المساطير مازال طويله، والنقل غير مرخص تم الايقاف ديالو. وحنا تنعرفوا بان النقل غير مرخص هو نقل البضائع، المسافرين، هو نقل المدرسي، هو سيارات الاسعاف، هو الحياه في الوسط القاوي. فالسيد الوزير، اليوم الوسط القاوي في اقليم كسيف يعاني الامرين، لا اجراءات تنفذوا من اجل الحصول على رخص النقل المزدوج، ولا النقل غير مرخص تم السماح به، وهذا اشكال خصكم تلقاو فيه حلول انيه. في الوقيته اللي كنلقاو الاشكال ان الوزاره ديالكم مرخصه ما بين الاقاليم، اليوم كاين النقل المزدوج ما بين ميسو وكسيف، وحنا تنتحدثوا غير على داخل الاقليم. فالسيد الوزير خصو خاص استثنائيه ومستعجله لحل الاشكال. وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم، تفضلوا سيده. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، اللي بغيتكم تعرفوا السيد الوزير هو انه كاين بعض الجامعات اللي فيها تقريبا 25,000 ديال الساكنه وما فيهاش ولا انطلاقه واحده ديال النقل، لا مزدوج ولا غير مزدوج. اعطي مثال هنا بالحاله ديال التندراره اللي وقعت فيها مأساة في الأسبوع الماضي، واللي على إثرها توفى واحد الطفل في 10 ديال السنوات، واللي قاموا الناس باحتجاجات على أساس أنهم مهمشين، لأنه لما كيتهمش في النقل يعني كيثير مشاكل أخرى اللي كيعيشها. فمثلا واحد مريض كيبغي يسافر من المدينة ديال تندرارة خصو ينتظر حتى تجي شي ناقلة من وجدة ولا من جيكيك ولا من بوعرفة. وبالتالي هذا النوع ديال الاحتجاجات هو ماشي غير على النقل، على جميع المشاكل اللي كتعيشها السكنه ديال المنطقه. وبالتالي يجب ايجاد حل
لهذه المشاكل واللي مضي من هالنقل. شكرا. شكرا سيد نائب محترم. دائما في إطار تقييمات إضافية تفضل سيد نائب. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. سيد الوزير حقيقة راك جاوبتي ما فيه الكفاية على هذا على هذا القطاع. قلتي عدم تشغيل هذا الرخص اللي كانوا كيشتغلوا. هذا العدم منين جا سيد الرئيس سيد الوزير؟ سيد الوزير جاء انتم جيتوا وحينتوا هذاك دفتر التحملات. دفتر التحملات منعتوه هذوك باش يتمشاو في الطرق الرئيسية. على سبيل المثال إقليم قرشي كتمروا جوج ديال طرق رئيسية، الطريق رقم 15 والطريق رقم 1. إذن بقات عندنا واحد النقل المزدوج اللي كيتمشى. منعتوه انتوما في 2013 حينتوا دفتر التحملات ومنعتوا خليتوا كرسيف اللي هو يعني عنده 91% سكن قروي وأماكن نائية خليتوها بلا نقل مزدوج. لهذا القطاع اللي ذكرته غير مهيكل راه هو اللي نبع البلاد من 2013 حتى دابا، هو اللي راه يهز لنا الركاب دابا من الغابة يجيبهم من يقضيو المآرب ديالهم. لهذا سيد الوزير أنه الإسراع بالدفتر التحملات باش تشمل جميع المناطق النائية، رمي هذوك الناس اللي في الجبل ما يهزوهم غير النقل المزدوج المنظم، وماذا بك إذا كان ممكن على أساس يكون النقل يهز البضائع. شكرا. شكرا سيد النائب المحترم. هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ نائب سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. كاين شي امور اللي خصنا نتواضحوا فيها، نكونوا واضحين. ان نقول بان الوزاره تمنع، هذا كلام زعما ماشي في المحل ديالو. اليوم النقل المزدوج راه بيد الجماعات والاقاليم باعتبار ان اللجنه الاقليميه، سيد النائب انا تنتمناك تقول ليش من اقاليم اللي ما خدامش فيها اللجنه، اللجنه تشتغل هذا الاسبوع، راه ثلاثه ديال اللجان اللي اشتغلت وتيصيفط لنا الملفات. وعلى الصعيد الوطني حنا تنديروا كل شهر اللجنه ديال النقل الوطنيه للبت في مثل هذه الملفات، والملفات تاتينا اتباعا من الاقاليم التي تجتمع فيها اللجان الاقليميه. اليوم دفتر التحملات المعدل ديال 2013 مفروض انه خصص لجميع الاقاليم دون استثناء رخص ديال النقل المزدوج. اليوم اللي من خلالكم نبغيو نوصلوه للمستثمرين اللي بغاو يشتغلوا في هذا القطاع، قطاع النقل المزدوج قطاع مفتوح على الاستثمار فيه. تجينا الطلبات عبر اللجان الإقليمية، اللجنة الوطنية تكاد لا ترفض إلا ما هو مرتبط بلا قانونية بعض المسارات. ما درناش حنا النقل المزدوج باش ندخلوا نديو الكلية للواحد في الطريق الوطنية. الطريق الوطنية عندها الحافلات ديالها وعندها الطاكسيات ديالها اللي تيخرج أكثر من 50، ولكن درناه باش نحيدوا بالفعل نديروا النقل في المجال القروي. إذا المسارات اللي ما فيهاش المجال القروي اللي تمشي للطرق الوطنية هذه اللي تيكون فيها بعض الإشكال. الحديث عن التسييس، وهذا انا ما عرفتش شنو بغيتي تقصد منه السيد النائب، لانه انتم عارفين شكون اللي ترأس اللجنه الاقليميه، ماشي الاحزاب. على حسب منفروض السيد العامل، وعلى حسب الفهم ديالي المتواضع الساده العمال ما محزبينش وما مسيسينش. اذا كاين شي عندك شي ملاحظات حنا يهمنا، لان هذا عمل اللي فيه التدبير المجالي والعدالة الاجتماعية اللي تطالبوا بها والمجالية. إذا لاحظت أن هناك من يسيس العملية ماذا بكم توصلنا مثل هذه الملفات. اليوم بالفعل كاين إشكال، وبهذا الصدد نهني السيد النائب على الرجوع ديالو على البرلمان وفي المنطقة قرشيف، وكان عندنا حوارات سابقا في هذا المجال ومنها تندرارة. أيضا السيد النائب تندرارة ذكرنا عليها من جينا عندكم، وقلنا لكم إلى عندكم مستثمرين أنا شخصيا مستعد نستقبلهم ونجيبوا لنا المستثمرين. هذه خطوط اللي ما تيبغيوش الناس يجيو. شنو تطلبوا منا أكثر؟
جيبوا لنا المستثمرين، انا مستعد شخصيا نستقبلهم ونعطيهم الخطوط اللي بفوفرين، يعني ما عندي حتى شي اشكال. اليوم ما يمكن حتى شي واحد يقول ان النقل المزدوج فيه وصاية اللي هي سلبية على القطاع. اليوم النقل المزدوج اللي بغى يستثمر فيه على الراس والعين كاين دفتر تحملات. يطلب منا في بعض الاحيان ان نترك، وهذا الشيء قاله السيد النائب وعنده الحق، انه النقل المزدوج مادام هو نقل قروي ما خصوش يدخل في المجال الحضري. احنا اليوم راسلنا الرؤساء ديال الجماعات، قلنا لهم اعطيونا المكان، المكان اللي خاصكم يوصل فيه النقل المزدوج، عندك مدخل شمالي غربي شرقي جنوبي، قولوا لنا بين بغيتو، على اساس ان تراعوا بانه داك النقل المزدوج ما خاصوش يبقى يدخل في المجال الحضري، لان تينوضوا لينا الطوبيسات من بعد وتينوضوا لي الطاكسيات وانتم عارفين هادشي. اعطيونا المجال الامن اللي ممكن النقل المزدوج من يجيب الناس من الباديه يحطهم بين قوسين على الهامش ديال المدينه، باش عاود ياخذهم واحد اخر في النقل الاخر اللي اول من حقه وقانوني انه يقوم به. وبالتالي اليوم رؤساء المجالس من خلال المراسله اللي مشات لهم مطلب منهم انهم يحددوا لنا الاماكن، احنا ما عندنا اي اعتراض على اننا نسمحوا النقل المزدوج يمشي في هذا الاتجاه. اخر نقطه، نظرا الان الصلاحيات اللي تعطات في المقررات التنظيميه ديال المجالس الجهويه اليوم، ولات من الصلاحيه ديالها انها تضم تنظم النقل المزدوج، اليوم حنا مستعدين كوزاره نتنازلوا على النقل المزدوج على اساس انه يمشي للصلاحيات على الجهات والمجالس الاقليميه، والله يعاون كل واحد لانهم ادرى بحالهم. شكرا سيدي. شكرا سيدي. شكرا. نمر الى السؤال الموالي، وهو سؤال آني متعلق بمشروع القطار فائق السرعة للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري. السيد نائب محترم لكم الكلمة. نسائلكم السيد الوزير عن التدابير والإجراءات المتخذة لإصلاح عدد من الطرق القروية والإقليمية بنواحي القنيطرة التي تدهورت حالتها نتيجة استعمالها بكثافة ضمن مشروع خط السكة للقطار فائق السرعة. شكرا. الوزير. نقل المزدوج للقطار فائق السرعة، باش نكون معك، باش نكون معك ديريك مباشر، هذا الشيء اللي تتكلم عليه اليوم دار لقاء، باش نجيك ديريك اليوم 12 نهار الجمعة، وغتخرج لجنة إقليمية اللي فيها المكتب الوطني للسكك الحديدية مع السلطات المحلية والإقليمية ديال القنيطرة باش تعاين مع الشركات العاملة كلها في داك لي ترونسون اللي تما، تعاين فين كاين الأضرار وفين كاين الخسائر على أساس أنها تبدا في المعالجة ديالها. فإذا كان عندك شي مقترحات واضحة ديال 42 14 الطريق الوطني ولا غيرها، هاد اللجنة غادي تخرج يوم 15 يوم 17 بعد يومين، أعطينا داك الشيء كله والمكتب حريص على انه الشركات ما تمشي حتى تدير الاصلاحات ديال الطرق باش ما نجيش نطول عليك. شكرا سيد الوزير. سيد نائب محترم. شكرا سيد الوزير على الجواب الواضح، ويبدو ان السيد الوزير على إلمام بالموضوع وعرف التدمر ديال الساكنه وديال المنتخبين في المنطقه، لانهم عانوا لسنين عديده من تدهور هذه الطرق. كانت عدة التزامات من خلال اجتماعات مراسلات محاضر، ولكن الشركات ما التزموش بالإصلاح ديال هاد الطرق بجماعة المناصرة، جماعة سيدي محمد بن منصور بن منصور، بحارة ولاد عياد، مولاي بوسلهام. كذلك السيد الوزير أود أن أثير انتباهكم إلى كون كذلك عدد من المنشآت الفنية و شبكة صرف مياه الأمطار ما زالت ما انتهتش الأشغال ديالها، وهذه تتسبب واحد المعاناة للساكنة في فصل الشتاء. كذلك ما زالت الساكنة في جماعة المناصرة على الخصوص تنتظر إنجاز جوج ديال المعابر فوق خط السكة بدوار العفيفة وبدوار الخوادرة. وشكرا سيد الوزير. شكرا سيد نائب محترم. هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل. مشى السيد الوزير عماره، ولكن في هذا المشروع ديال التي جي في هو اللي خصنا نتكلموا فيه على المردوديه، فبالتالي اكرر سؤالي بوضوح. فوقاش وصلت تران الرشيديه ورزازات تارودانت الحسيمه زاكوره اكادير ازرو ميدل تخنيفراش شفشاون
ونزيد ونزيد السيد الوزير وشكرا. شكرا سيدنا إمام. هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ليس هناك من تعقيب. إذن سيد الوزير عندكم شيء رد فيما تبقى من الوقت؟ شكرا سيد الرئيس. فيما هو مرتبط بال بال بالأماكن اللي تفضل عليها تفضل بها سيد النائب المحترم في إقليم القنيطرة، احنا مستعدين ناخذها واحدة واحدة ومتبعين الملفات سواء ديال القنطرات اللي تكلمت عليهم ولا ديال الإشكالات اللي هي مرتبطة بتاع المقاطع. اليوم هذه الزيارة الميدانية اللي غادي تتم يوم 17 غادي تمكننا من المعاينة ومن المتابعة الضرورية لما يجب أن يلزم أن يتفق معه مع الشركات باش تقوم باللازم في هذا المجال. المردودية هي ليست مقطعية وما مرتبطاش بنوع خاص من النقل. الدراسات اللي هي متوفرة ممكن تكون محط نقاش داخل اللجنة على أساس أنهم نعطيكم الإجابات الموضوعية والعلمية على الإيجابيات الكثيرة ديال التي جي بي، ولكن أيضا على بعض السلبيات اللي يمكن تكون تراكم الإنجاز بأي مشروع كيفما كان، لكن عندما تغلب الإيجابيات والسلبيات يصبح المشروع ذا مردودية. شكرا. شكرا لكم سيد وزير وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه